في ولاية تطاوين وغيرها من مناطق الجنوب الشرقية التونسية، العيد هذا العام للكثير من المهاجرين أصلي الجهة مختلف بكل تفاصيله، فعدد منهم لم يكن قضاء العيد هنا في الوطن خيارا بالنسبة إليهم، فغلق الحدود وتوقف الرحلات باعد بين أفراد العائلة الواحدة. كيف كيف مش كيف كيف كي تبدو في وسط عائلتك وأولادك وأولاد أولادك، مش كما ناتي راس الدار ولا الحاجة وترمى ما خصنا شيء معنا في بلادنا، لكن يبقى الجو ويبقى الجو صعيب شوي. أول مرة هذه أنفان صريف الإنسان المرء يهوى أن يعيش وطول عيش قد يضره، فتخونه الأيام حتى ما يرى شيء يسر. ولادي ما مش معي ناقص، قاعد وكل شيء ناقص عندي، يعني قاعد 3 شهور هذا تعب. عم هم محيين بخير وان شاء الله تمشي علينا الكورونا ونمشي لهم نروح لهم، وان شاء الله هم يجوني يجوا يصيفوا ان شاء الله، وكن نجمعوا عائله من جديد ان شاء الله يا رب. الحمد لله الحمد لله على كل حال، هذا الشيء قدر ربي، ربي الحمد لله يا ربي، احنا صابرين كما الناس وان شاء الله ربي يحن علينا ويفرج علينا ان شاء الله. في البرنامج كنا بحذا الاولاد شوية، هاي طولت بين الحكاية عندي 6 شهور توا ما زلت هنا، ولهنا إن شاء الله كل عام أنتم بخير. إذا كان حال هؤلاء المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على قضاء العيد فرادى دون بقية أفراد عائلتهم بسبب فيروس كورونا، فإن لعدد آخر منهم كانت الفرصة المواتية لقضاء العيد بين الأهل ومعايشة أجوائه في الوطن ومسقط الرأس. الواحد عنده برشا على عيد شهر وفرصة باهية الواحد يستغلها باش يعديه بين العيلة، رب ذارة النفع كي واحد شن يعدي العيد بين العائلة خير من الغربة دائما. والله هو فيروس كورونا هذا فهمت لا مرض من ربي والحمد لله، ولكن أجبرنا على القعدة هنا والحمد لله. هو الواحد فهمت لا عيده في بلاده خير من البرة، معناها ساعدنا فيروس كورونا احنا المهاجرين ساعدهم برشا. ويبقى مع ذلك للعيد اكثر من موعد للفرحه والبهجه واللقاء ولو بعد حين.